مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. اليوم المحاضرة مالتنا تكون حول موقع كاسبيو اللي هو يدير قواعد البيانات اللي تكون اما مجانية او تدفع لها مبالغ الى الموقع لإدارة قواعد البيانات للحصول على خدمات اكثر. وهو الموقع ببساطة وسيلة سهلة لاستخدام نظام إدارة قواعد البيانات المتاحة في السحابة على الكلاود. الميزة الرئيسية الأولى لمسؤول قاعدة البيانات هذه تكون هي أنه لا يطلب تثبيت أي برنامج على الإطلاق على الحاسوب أو الموبايل. مع استخدام هذا البرنامج يمكن إدارة وصيانة قواعد البيانات بأكملها، حتى لو لم يكن عندك معرفة الرموز على الإطلاق والمعادلات لإنشاء هذه قواعد البيانات. وثلاث وحدات قاعدة البيانات الرئيسية بالكاسبيو هي قاعدة بيانات سحابة قوية وقاعدة بيانات تطبيقات تكون منظورة وأمامك موجودة، ونظام إدارة قواعد بيانات قابلة للتطوير. دائما أنه نشوفها ممكن متاحة للتطوير إلها في أي وقت، ممكن أنه تسحب قواعد البيانات مالتك وتضيف بيانات أخرى في نفس الوقت. ولكن الميزة المجانية لها أنه تنطيك ثلاث ملفات فقط أنه ترفع إلى قاعدة البيانات، ومرات إلى خمس ملفات. والميزة الأخرى إذا كانت تدفع مبالغ إلها إلى إدارة الموقع، ممكن أنه تشاركها أو تتيح إليك رفع قاعدة بيانات أكبر، وممكن أن بعد تسجيل في قاعدة بيانات ورفع قاعدة البيانات الخاصة بك للطالب والمعلم يجيك اتصال من إدارة قاعدة البيانات أو موقع كاسبيو للمعرفة والطلب منك حول آلية أو ما هي المتطلبات اللي ممكن أن يوفروها لك ويطوروها لك في إدارة قواعد البيانات الخاصة بالمستخدم. ونروح على الصفحة الرئيسية للموقع اللي هو، حيث أن موقع كاسبيو ببساطة هو من أفضل برامج إدارة قواعد البيانات المتوفرة على شبكة الإنترنت، وينطي حل مطور جدا وفائق السرعة لتصميم قواعد البيانات للمعلمين والطلاب والمطورين الآخرين باتجاه الأعمال التجارية اللي ما يملكون أي معرفة تقنية على الإطلاق بالميزات الرئيسية لإدارة قواعد البيانات، حيث توفر كاسبيو إدارة وإدارة قاعدة البيانات سواء إدارة مجانية أو إدارة ذات مبالغ مدفوعة. وحيث أن العاملين في موقع كاسبيو يوفرون أعمال وتطوير لقاعدة البيانات اللي تحتاجها فيها وقت عن طريق الدخول على بسكايب محادثة مباشرة مع العاملين في موقع قاعدة البيانات. وثم حاليا ننطلق إلى عملية تسجيل نسجل في موقع كاسبيو. ندخل على الموقع idcasbio.com، تظهر عندنا هاي الشاشة اللي بيها إذا كنت مسجل سابقا تدخل الإيميل والباسورد ثم اللوغ إن وريمبر بي. إذا أنت كنت تحتاج إنه دائما يذكرك بأنه الباسورد ما يحتاج إنه تكتبه مرة أخرى، وإذا أنت مضيع الباسورد تروح إلى forget your password، أو إذا أنت ما عندك الحساب تروح إلى try it for free ثم تضغط على try all for free ثم يدخل لك على موقع اللي هو تسجيل ال free trial ثم first name، تدخل الاسم واللاست نيم مثلا اللي أنت تحب إنه دائما يكون اللي يفتح الموقع بهذا الاسم، والبزنس إيميل مالتك تدخل الإيميل الشخصي أو الإيميل المؤسسي وتخلي له باسورد. الباسورد ينطيك have at least one lower case character و have at least one upper case character، يعني ينطيك لازم الحروف كبيرة وحروف صغيرة، ولازم تكون تحتوي على أرقام وتحتوي على 8 character. هاي الشروط أن تطبقها ضمن الباسورد حتى تكون الباسورد عندك قوية وما تخترق في وقت من الأوقات.
وتدخل الهاتف مالتك اللي هو انت دائما يكون مرتبط بالدوله اللي انت ساكن فيها، وسيليكت يور اندستري مثلا تختار النوع العمل اللي انت تدير به قواعد البيانات، سواء كانت education او كان اندستري او كانت مثلا بزنس، وثم تختار البلد وثم accept Caspiotry service مثلا، بعدين sign up for sign up now، ثم بعدين توافق على الشروط والتعهد بخاص بالموقع، ثم تضغط على هذا المربع تدخل الصح accept Caspiotry offer، توافق على شروط موقع الكاسبيو، بعدين ثم sign up now no او credit card، يعني بالفري ما يحتاج الى الكريدت كارد، واذا كانت بخدمات مدفوعة تحتاج الى الكريدت كارد حتى تسجل في الموقع، وتحتاج تجيك رسالة الى الايميل اللي انت سجلت حتى تثبت التسجيل مالتك وتثبيت الايميل، وتدخل الى خدمات كاسبيو. هاي كل ما نحتاجه في هذه المحاضرة الاولى حول تسجيل في موقع كاسبيو.